تمام الخامسة، أهلا بكم مشاهدين إلى أولى نشراتنا الإخبارية المسائية. أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أن جلسة الحوار بين الحكومة والمنظمة شغيلة في إطار لجنة 5+5 تتمحور حول فتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بالقطاعين العام والوظيفة العمومية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا. ولفت حفيظ حفيظ إلى أن الاتحاد أو اتحاد الشغل يطالب بفتح جولة من المفاوضات بعنوان سنوات 2021 و2023 و2024، وبالترفيع في الأجر الأدنى. كما أكد حفيظ في تصريح لوكالة تونس أفريقيا لمبا أنه ستتم مناقشة مطلب الاتحاد المتعلق بسحب المنشور عدد 20 الذي يفرض على كتاب الدولة ومديري المؤسسات والمنشآت العمومية الحصول على ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات. اتفق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماع أعضائه اليوم على تنقيح القرار الترتيبي عدد 5 لسنة 17 و2000 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات، والذي كان قد تم الشروع في مناقشته خلال جلسة الأربعاء والتوصل إلى صياغة متعلقة بتركيبة الهيئات الفرعية. وينص المقترح على تركيبة تتكون من 3 أعضاء باعتماد القياس على كيفية اختيار وتعيين أعضاء مجلس الهيئة المركزي، كما تم الاتفاق على أن الترشحات تهم الاختصاصات القضائية والإعلامية والأعضاء السابقين. من جانبه اقترح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر السماح للهيئة المركزية باختيار شخص آخر من غير المترشحين لعضوية الهيئات الفرعية في حال عدم وجود ترشحات تستجيب للشروط المطلوبة. انطلقت اليوم فعاليات برنامج التكوين الذي يندرج في إطار التعاون التونسي السويسري تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، ويهدف هذا البرنامج إلى إرساء مقاربة عمل جديدة في مجال التكوين المهني تساعد على مزيد تحسين تشغيلية حاملي الشهادات العليا حسب متطلبات سوق الشغل. على إثر إمضاء هذه الاتفاقية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وسفارة سويسرا بتونس، تم إعطاء إشارة انطلاق برنامج تكوين. برنامج يهدف إلى توفير تكوين إشهادي مزدوج لفائدة حوالي 11500 شاب وشابة من الباحثين عن شغل، باعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة تساعد على الاستجابة لحاجيات سوق الشغل. عنده أولوية لفئات مثل الشباب والمرأة، عنده أولوية للفئات لطالب الشغل لأول مرة اللي هما مازال كيتخرجوا حديثا، وعنده أولوية كذلك لحاملي الشهائد العليا الذين لم يفوزوا بعد بفرصة عمل نظرا لصعوبة الإدماج في سوق الشغل. فيه شيء آخر جديد هو التكوين التخصصي، يعني نجموا نلقاو خريج تكوين مهني تعليم عالي أو مؤسسة تكوين مهني متخصص في اختصاص عام، ينجم يكون مثلا ميكانيك السيارات، ثم يستحق إلى اختصاص تخصصي في ميكاترونيك السيارات، وهذا يخليه عنده أكثر تخصص ويذهب إلى مجال مطلوب بالخصوص. يكون فما مسادقة إشهادية على الشهادة اللي باش يتحصلوا عليها الشباب هذوما، والمسادقة الإشهادية تم منحها بالشراكة بين القطاع الخاص وبين القطاع العام. برنامج تكوين الذي ستسهر على تنفيذه منظمة سويس كونتاكت يمتد في مرحلته الأولى إلى غاية أكتوبر 2026 في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيشمل مجالات مختلفة. نخدم على القطاعات الاقتصادية الكل، عندنا قطاعات الصناعة، قطاعات الخدمات، قطاعات الفلاحة، وقطاعات الصناعة التقليدية اللي حسب طلبية سوق الشغل من الكفاءات. احنا نحاول مع المهنيين نوضع مسارة تكوين هادفة وقصيرة لتلبية حاجات سوق الشغل سريعا من خلال دورات تكوينية تنجز وتنفذ مع الهيكل المهنية، وفي مسارات تكوين تشفع كيف كيف بشهادات معترف بها لدى الهيكل المهني. التكوين المهني محور مهم في سويسرا، ولعلمكم فان اغلب الشباب في سويسرا تلقوا تكوينا مهنيا قبل الانطلاق في مسارهم المهني، واعتقد ان منظومه التكوين المهني الجيده هي سر نجاح الاقتصاد السويسري. نحن سعداء بتعاوننا مع الحكومه التونسيه منذ 2012 في مجال التكوين المهني، واخرها هذا البرنامج الذي من شانه ان يساعد الشباب على الاندماج السريع
سريعا في سوق الشغل. ولتفعيل انطلاق هذا البرنامج تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين منظمة سويس كونتاكت والجامعة الوطنية للمهن والجامعة التونسية للنزل والجامعة الوطنية للكهرباء والإلكترونيك وعدد من مراكز التكوين المهني بجهات مختلفة. نظم صحفي وتقني ومؤسسة كاكتوس برود وإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالقصبة للمطالبة بصرف أجورهم والتسوية النهائية لملف المؤسستين. فبعد إلحاق إذاعة الزيتونة بمؤسسة الإذاعة التونسية لم يتمتع صحفيوها وتقنيوها بمستحقاتهم المادية وبالتغطية الاجتماعية. وفي رده على هذه الإشكاليات ومعاناة الصحفيين والتقنيين أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي أنه سيتم قريبا عقد جلسات بين الأطراف المعنية. ما فيهاش حتى زوج حلول، في حل برك أنك أولا تجي للناس هذه تعطيها شهريها وحقوقها، هذه مسؤولية الحكومة ووزارة المالية. أنك تجي المؤسسات كما الإذاعة التونسية مثلا تحط فيها مسير، هل معقول مؤسسة من غير مسير؟ لازم تخلي مؤسسة كما ستاج ولا كما تيليكوم ولا كما ولا أي من غير مسير، الناس تحط مسير، هذه الحل مباشرة تعيين المسيرين ومنح الناس حقوقها. يعني يلزم حل جذري لهذه المؤسسات، وبالتالي هذا راهو يتطلب مسألة من الزمن، لكن اللي نجم نقوله أنا أن نحن نتعامل مع هذا الملف بجدية وإن شاء الله ستكون هناك حلول مادام نحن منفتحين على الحوار ونصغي لجميع الأطراف وجميع الفاعلين. بإذن الله ستكون هناك حلول تليق بانتظارات الإعلاميين. انتظمت في مدينة قفصة ندوة إعلامية توعوية خاصة بالمؤسسات المنتصبة بإقليمي الوسط والجنوب الغربي لتوفير الدعم والإحاطة بالمستثمرين الشبان في اختيار برامج التمويل والمساعدة الفنية لهم في مشاريعهم. مشاريع استثمارية شبابية واعدة انطلقت في العمل مؤخرا رغم إشكاليات التمويل وتداعيات أزمة كورونا والوضع الاقتصادي العالمي، على غرار التجربة الرائدة لعبد الباري بن ياجوتا هذا المستثمر الشاب بجهة قفصة الذي نجح في الانتصاب لحسابه الخاص وتمكن من الحصول على علامة المؤسسة الناشئة بالجنوب. تفاعلات مع المسؤولين هنا متاع البرنامج، حدثناهم على السوسي متاع الجهة نتاع الشركات، خاصه مش حاجات كيما تطبق في تونس العاصمه كيما تطبق في الجهات الداخليه، وخاصه بعد تفشي يعني تداعيات مرض كورونا حاولنا نوصل لهم الافكار نتاعنا انهم مستحقين تمويل، مستحقين احاطه، ثم بوتونسيال، ثم شباب، ثم عباد رجعوا من برا عمل شركات في تونس لهنا وحابه تستثمر. دونك الصعوبات هذه لازم نتلافوها باش نجموا نقدموا حاجات زياده للاقتصاد التونسي ولجهاتنا. باش نشوف شنو معناها نطرح اشكاليات اللي تعاني منها شباب القاصرين المستثمرين في القاصرين مع اللي بايور دو فون مع اللي موجودين، شنو الموجود، شنو اللي جانا وشنو اللي زوبستاك اللي تعرضنا لهم، شنو وطرحنا برشا اشكاليات. برمي الاشكاليات اللي طرحنا هما اللي ليني دو كريدي في المستثمرين بالنسبه احنا في الجنوب الغربي كلها ماديه، ديما نلقوا عراقيل في التمويل مع عند البنوك ولا مع عند الاساسيون ولا البيار. ولتوفير الدعم والإحاطة اللازمين بالباحثين الشبان في اختيار برامج التمويل والمساعدة الفنية، انتظمت بمدينة قفصة ندوة إعلامية تحسيسية خاصة بشركات منتصبة بإقليم الوسط والجنوب الغربي بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي والغرفة الألمانية التونسية للتجارة والصناعة للتعريف بخدمات مكتب أنفو بوينت الألماني ودوره في دعم المستثمرين الشبان خاصة في مجالات التمويل والإشهاد والتصدير. الباعثين اليوم اللي جو معناتها اهتموا بالمبادرة هذه واعطوهم معطيات ومعلومات على كيفية تحضير ملفات نتاعهم للانتفاع بالآليات اللي هما يقدموها للمؤسسات، آليات عديدة. هذا بينا أكثر توجه للبرامج هذية للأصحاب أفكار المشاريع، للشباب، للنساء اللي عندها أفكار مشاريع فريمون دي بورتور في الدومين نتاعها، وخاصة الفلاحة وتثمين المواد الفلاحية. أفكار شبابية مجددة وطاقة إبداعية وفرص كبيرة للاستثمار بالجهات الداخلية في حاجة أكيدة للمتابعة والإحاطة وخاصة توفير الدعم لدفع نسق التنمية وتوفير فرص عمل أكبر للشباب.
إلى المدينة الفاطمية المهدية في متابعة لفعاليات الدورة الأولى من لقاءات المعلومة الإحصائية بتونس. هي دورة تأسيسية تهدف حسب منظميها لتطوير المنظومة الإحصائية وتحيين المؤشرات والمعطيات من أجل نجاعة أعداد المخططات الاقتصادية والتنموية. الإحصائيات الجهوية أمام تحديات التنمية هو عنوان الدورة الأولى من لقاءات المعلومة الإحصائية التي انطلقت فعاليتها بمدينة المهدية، وهي من تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية. بدون ثورة في المنظومة الوطنية للإحصاء لا يمكن أن نحقق اللامركزية ولا يمكن أن ننهض بالجهات. اليوم الجهات تنتج إحصائيات أحيانا تبدو متضاربة أحيانا منقوصة، دونك هناك رغبة كبيرة في تحيين المنظومة الوطنية للإحصاء لكي ترتقي إلى المواصفات الدولية ولكي تعطي معلومات وإحصاءات تمكن صاحب القرار من اتخاذ القرارات السليمة. للأسف هو المعلومة الإحصائية نجم نقوله ضعيفة جدا على المستوى الكمي والكيفي وعلى مستوى النشر كذلك وعلى مستوى التنسيق معناها ما بين الهياكل الإحصائية. أهم سبب هو نجم نقوله وطنيا وجهويا هو ضعف الثقافة الإحصائية، وعندنا للأسف ما بين الهياكل الإحصائية ضعف التنسيق في الجهات ما بينها ما بين الإدارات الجهوية والمتعاملين الجهويين، وإلا ضعف التنسيق ما بين المركزي والجهوي. ولو كما قلت عندنا بعض المكاسب، مثلا عندنا نظم معلوماتية في الدواوين التنمية في الجهات لكن غير متناسقة. غياب المعلومة الإحصائية في كثير من الأحيان رغم أهميتها قد يعرقل حسب الخبراء مخططات التنمية، باعتبار أن وجود البيانات والمؤشرات الإحصائية لكل القطاعات هي التي تساعد على التشخيص الجيد لحاجيات الاقتصاد. احنا كوزارة وخاصة كإدارة مكلفة بالتنمية الجهوية، دونك مختلف الأعمال نتاعنا هي مع تتم على مستوى مع المجالس الجهوية على مستوى الولايات، وكل عملية تنمية أو عملية تخطيط لابد من توفر المعلومة الإحصائية باش نعمل عمل تنموي باش نعملوا على رؤية مستقبلية. لازم تكون عندنا المعلومة الإحصائية وتكون عندنا الإسقاطات على مستوى طويل المدى، هكاك باش نجموا نعملوا أي عمل تنموي. في على المستوى الحالي عندنا بعض الإشكاليات على مستوى توفير المعلومة الإحصائية، باعتبار أن في بعض الحالات أن توفر المعلومة الإحصائية ما تكونش بالدقة اللازمة أو في الوقت اللازم. المعلومة الإحصائية هي اليوم من أهم الحاجات اللي يستحق لها المواطن، يستحق لها المؤسسة، يستحق لها باعة المشاريع، تستحق لها الحكومة، المجتمع المدني، الباحثين وحتى الإعلام. مثلا الشاب اللي يحب يبعث مشروع في منطقة معينة هو في حاجة أكيدة لمعطيات، لبيانات، حاجة اللي هو في حاجة أكيدة لمعلومة يأخذها في الوقت، ما يقعدش يستنى حتى يصير المسح مثلا أو يلزم يهبط حتى للعاصمة باش يأخذ من عند السلطات المركزية. وبالتالي فإن المؤشرات والمعطيات والبيانات لازم تكون موجودة بطريقة مسترسلة. هذا اللقاء الأول حول الإحصائيات الجهوية، ستليه عدة لقاءات قادمة يحرص المشرفون عليه أن يكون موعدا سنويا لتباحث ملف المعلومة الإحصائية والعمل على تطويرها وتوفيرها بما يخدم متطلبات الاقتصاد والتنمية. في جزيرة جربة وتحديدا في سواحل منطقة سيدويكش، معاناة متواصلة منذ سنوات لصغار البحارة الذين يطالبون بتهيئة مرفأ يساعدهم على الوصول إلى مراكبهم داخل البحر وحمايتها من أي خطر يتهددها. الروبورتاج والتفاصيل. على سواحل جزيرة جربة في منطقة القنطرة سيدويكش، بحارة نشيطون في هذا القطاع منذ عشرات السنين يعيشون معاناة مضاعفة منذ ذلك الحين في كل مواسم الصيد البحرية، لما يتكبدون صعوبات جمة للوصول إلى مراكبهم الصغيرة داخل عرض البحر ولا يجدون فضاء لحراستها من كل الأخطار، ما جعلهم يطالبون بإنجاز مرفأ ولو كان صغيرا لحمايتهم ومساعدتهم. نمشوا نهبطوا بالقاج نتاع الحوت ولا موتورات نتاعنا في الشتاء، في الدينة الناس كلها خرجت البرة، نهبطوا في الماء بارد في الشتاء في الليالي ماء بارد ياسر. إنجاز مرفأ بحري صغير في هذه المنطقة التي تتميز بالصيد البحري التقليدي واحد من تدخلات مشروع مشترك نموذجي تونسي إيطالي لتحسين دخل البحارة وتحسين ظروف عملهم،
سيشرع في إنجازه قريبا في هذه المنطقة وغيرها من مناطق الصيد في ولاية مدنين. تتمثل في إنجاز 5 أرصفة اللي باش تعاوننا برشا، لأنه تقريبا احنا في تونس المعدل نتاع المسافة اللي تفصل بين زوز موانئ هي 32 كيلومتر، احنا في ولاية مدنين تقريبا 72 كيلومتر، وكذا باش يعاوننا برشا باش نقربوا المسافات بين الموانئ. هالخمسة أرصفة هذوما باش يكونوا في 5 مناطق مختلفة، 3 في جربة وزوز في باقي الولاية. تدخلات هذا المشروع من شأنها أن تضيف الكثير لهؤلاء البحرة متى تم الإنجاز هذه التدخلات في الوقت وبالمواصفات التي يريد البحارة الناشطون والمختصون والعارفون بخبايا البحر وهذه السواحل التي ينشطون فيها. تمكين عدد من فاقدي السمع بجمعية رعاية فاقدي السمع بمركز التكوين والتربية المختصة بالقيروان تمكينهم من آلات لمساعدتهم على السمع، وذلك في إطار مبادرة خيرية استحسنها الأطفال والأولياء. مبادرة خيرية لتوزيع السماعات على مجموعة من الأطفال بجمعية رعاية فاقدي السمع بمركز التكوين والتربية المختصة بالقيروان قامت بها مجموعة من الجمعيات بهدف تمكين هؤلاء الأطفال من التفاعل مع محيطهم. اليوم اللي قصدناهم وجناهم لهنا هما أطفال اللي ما عندهم مشكلة السمع، مع أطفال وما عندهمش الإمكانية باش يتمتعوا بباري نتاع السمع باش يحطوها. هذه المبادرة الثانية عملنا واحدة توا صافي 3 mois وتمتعوا بها 9 صغار بين 9 و 11 صغير وجاو هنا وعملنا لهم حفله صغيره. جينا اليوم بور لا دوزيام فوا في قروين باش نعملوا لاكسيون هذيا لفائده الصغار اللي فاقدي سمع. دونك لو برانسيب هو انه نجمعوا سماعات من العباد اللي معناتها عندها سماعات ما عادش استعملها. هذه المبادره ادخلت الفرحه على قلوب الاولياء واطفالهم الذين استطاعوا لاول مره التغلب على هذه الاعاقه بعد أن حرموا من حاسة السمع بسبب غلاء هذه التجهيزات. قدام ما نتيش كي السمع ما يسمعش مليح، والحمد لله معنا من اللي عملت له السماعات الحمد لله معناتها حسيته ولا يسمع، وان شاء الله ان شاء الله ولدي ولا يتكلم ولا لاباس. امنيتي الدنيا هذه معناتها اللي ولدي ولا يتكلم ولا لاباس عليه. يعطيهم الصح والله يعطيهم الصح، اش باش نقول لك سيرتو مدام صابره والمدير نتاع السونتر هذا. تظاهر جمعيه سماعة كوليكت تبرعت لنا ب10 سماعات الصغيرات، هي تبرعت قبل وعاودت هذه التجربة الثانية للصغيرات نتاعنا ويعطيهم الصحة. المركز هذا المركز النموذج للمعاقين السمعيين فيه 44 تلميذ معاق سمعي من 3 سنين ل 25 سنة. عندنا 5 أقسام دراسة و4 أقسام ورشات. هي في إطار تعاون بينهم وبين جمعية روتاري اللي وفرت لهم 8 سماعات باش ينتفعوا بها 8 منتفعين اليوم، باش تيسر لهم السماعات هذه الاندماج في محيطهم اللي هو الجمعية، خاطر هما عندهم برشا ورشات يتكونوا فيها، وفي إطار التواصل بينهم وبين المكونين متاعينهم والمدربين متاعينهم وبينهم حتى في الوليدات بينهم بعضهم وحتى في إطار العائلة وفي إطار المجتمع. سيكون لهذه السماعات تأثير إيجابي على الأطفال في استيعاب مناهج التكوين والتعلم، خاصة وأن هذا المركز النموذجي يطلع بدور تكويني من خلال عدة ورشات في تنمية مهاراتهم. إذن القيروان آخر محطتنا الإخبارية مشاهدينا، المزيد من الأخبار ضمن نشرة 8. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.